بات في تونس اليوم نسختان من مشاريع الدستور الجديد، واحدة نشرتها جريدة تونس الرسمية أو ما تسمى الرائد الرسمي، وأخرى طالعتنا بها جريدة الصباح، وبين النسختين فرق كبير. فالنسخة الرسمية ممهورة بتوقيع الرئيس قيس سعيد، وهي ما سيصوت عليه التونسيون. أما النسخة المنشورة في جريدة الصباح فقد أفصح عنها رئيس هيئة الجمهورية الجديدة الصادق بالعيد، معلنا براءته من النسخة التي سيجري الاستفتاء عليها. بداية وقبل الاقتراب أكثر من تعقيدات المشهد التونسي، يضعنا سلطان القيسي بصورة تصريحات بالعيد وماذا غير الرئيس قيس سعيد. إذن كما ذكرنا نسخة تنشر في الرائد الرسمي، هكذا يقال عنها في تونس، أي جريدة رسمية، وهناك جريدة الصباح تنشر نسخة مختلفة لتلك النسخة التي اشتغلت عليها اللجنة الاستشارية لصياغة دستور الجمهورية الجديدة. تصريحات بالعيد أثارت جدلا كبيرا وأحدثت صدمة، كأنه يقول إن ليس هذا ما اتفقنا عليه وبذلنا فيه من الجهد والوقت لكي يعرض على الاستفتاء. حتى الآن لا موقف من الرئاسة. هذه التفاصيل وما الفرق ما بين النسختين، سأترك هذا الأمر لك سلطان، تفضل. إذن طارق، اشتغل الصادق بالعيد تحت ضغوط كبيرة من خصوم الرئيس قيس سعيد من جهة، ومن جهة أخرى تحت ضغط الوقت، وأنجز دستورا قال إنه دستور يأخذ البلاد إلى مرحلة أفضل، إلا أنه تفاجأ اليوم بحسب تصريحاته طبعا بأن الرئيس سعيد شوه كما يقول هذا الدستور قبل أن يطلق النسخة في الجريدة الرسمية. كما قلت سوف نستعرض الآن هذه الفروقات التي تحدث عنها الصادق بالعيد. تفضل. بين التعديل والتجيير والتزوير ثمة مسافات دقيقة قد لا تلتقطها عين العامة، لكنها بلا شك ستتبين آثرها بشكل قاس. أما عين الخبير فيمكنها أن ترى وتحلل وتفسر ما جرى، خصوصا حين يكون صاحب هذه العين هو صاحب النسخة الأولى من مسودة مشروع الدستور التونسي موضع الحديث، وهو ما يمنح تصريحات الصادق بالعيد واتهاماته للرئيس التونسي جدية وخطورة. بعد نشر الرئاسة التونسية لمسودة الدستور الذي سيجري الاستفتاء عليه في 25 من تموز الحالي، خرج رئيس هيئة صياغة الدستور الصادق بالعيد باتهامات للرئيس قيس سعيد بتحريف النسخة قبل نشرها، مفقدا إياها ملامح مهمة، وقال إن نسخة سعيد مشوهة وتشوه الهوية التونسية وتمنح الرئيس سلطات مطلقة. ويؤكد بالعيد رأيه بهذا الصدد إذ يقول إن نص سعيد للدستور يعفي الرئيس من أي مسؤولية أمام أي سلطة أخرى. ويواصل بالعيد في تصريحاته التحذير من انعكاسات هذه النسخة من الدستور في حال إقرارها، إذ يصفها بأنها تنطوي على مخاطر جسيمة، ويؤطر الرجل هذه الاتهامات بإخلاء مسؤوليته أمام الشعب التونسي من أي تعد محتمل على الديمقراطية. كما ينبه إلى أن بند الخطر الداهم الذي أضافه سعيد يسمح للرئيس بتمديد ولايته بما يمهد الطريق لدكتاتورية مشينة بحسب تعبيره. كما يتبرأ بالعيد من فقرة تحصر تعيين قضاة المحكمة الدستورية بيد الرئيس، ويعتبرها أداة لتقويض استقلالية القضاء. من جهة أخرى يؤكد خبراء أن تعديلات سعيد تتسبب في تنظيم منقوص وجائر، يعبر عنه إنشاء مجلس أقاليم جديد كغرفة ثانية للبرلمان، ولكن بدون تقديم أي تفاصيل بشأن كيفية انتخابه أو الصلاحيات الموكلة إليه. وكل ذلك يصب حسب رأيهم في إضعاف دور مجلس نواب الشعب ودور القضاء أيضا، الذي اعتدى عليه سعيد حتى قبل نشر مشروع الدستور الجديد كما يقولون. وتشكل هذه التفاصيل اتهاما يجمع عليه بالعيد وخصوم سعيد أيضا، أن الرئيس
قام بتفكيك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورتهم عام 2011. وهذا ما يتيح مساحة للسؤال إن كان يمكن عد الميراث التونسي منذ الثورة حتى الآن تشكيلا ديمقراطيا، فهل يصح القول إن سعيد انهال عليه بفأس الدكتاتورية؟ إذن طارق، يجري الحديث عن تفكيك سعيد للمؤسسات قبل تقديم هذا المشروع، فهو الآن لا يواجه اعتراضات بشكل مؤسسي، إنما يواجه اعتصامات هنا وإضرابات هناك، وآراء كآراء بلعيد، وهو رأي مهم ووازن اليوم كونه اشتغل على هذا الدستور، لأنه في المحصلة ليست هناك مؤسسة تونسية تستطيع محاكمة أو مراجعة الرئيس قيس سعيد على هذه الخطوة. إذن تجري هذه التصريحات التي أتت على لساني صادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية فيما تنطلق في تونس حملة الاستفتاء على الدستور، دستور جمهورية تونس الجديدة، رغم هذه الانتقادات، وهناك كما ذكرت الإضرابات والاعتصامات والجبهات التي تعارض الدستور وتعمل على أن تكون هناك حملة مقاطعة كبيرة في يوم الاستفتاء على الدستور التونسي. سلطان القيسي، أنا أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا جزيلا لك. الآن أرحب بضيفي من تونس الدكتور جوهر من مبارك، أستاذ القانون الدستوري، وكذلك أرحب بضيفي من تونس كذلك محمد المسليني الوزير الأسبق والقيادي في حركة الشعب. أهلا بكما سيد محمد، وأنت الوزير الأسبق والقيادي في حركة الشعب. أود أن أستمع إلى رأيكم في حركة الشعب، لما قيل إن تشويها تعرضت له مسودة الدستور الجديد، وأن ما عرض في الجريدة الرسمية ليس ما قدمه رئيس الهيئة الاستشارية للرئيس قيس سعيد. أولا تحية لك ولكل متابعي القناة، تحية لضيفك، أشكرك على هذه الاستضافة. أريد أن أصحح معطى لو سمحت. تفضل. لا توجد لا اعتصامات ولا إضرابات. هذه إضافة لا أعرف من عند من هذه الإضافة، حتى الهيئات القضائية قررت اليوم تعليق العمل بالإضراب لأوضاع تخصهم. لا يوجد لا إضرابات ولا اعتصامات في تونس الآن، الأوضاع هادية والأمن مستتب الحمد لله. ثانيا أنا أريد أن أشير إلى نقطة هامة جدا، أنه السيد الصادق بلعيد كان يدرك منذ البداية وفق المنشور 117 أن اللجان التي تشكلت التي يشرف عليها إدارة أعمالها السيد صادق بلعيد هي لجان استشارية وستقدم مقترحات لرئيس الجمهورية ومقترح دستور، وفي المحصل النهائي الرئيس يمكن أن يعدل، وهو يدرك جيدا، وقد قال الرئيس هذا الكلام عندما استلم النسخة التي قدمها السيد صادق بلعيد. نحن الآن أمام دستور وحيد، لا يوجد دستورين، هناك نسخة وحيدة وهي التي نشرت في الجريدة الرسمية، ما يسمى بالجريدة الرسمي، والتي تعرض الآن على الحملة الانتخابية والاستفتاء يوم 25 جويلية. النقطة الثالثة وهذه مهمة، أعتقد أنه لم يكن من مطلوب من السيد صادق بلعيد أو من معه كتاب الدستور، كان المطلوب من السيد صادق بلعيد الإشراف على لجنة متكونة من كثير من الأحزاب والشخصيات والمنظمات والمختصين في القانون الدستوري من أجل تقديم مقترحات، وكان مطلوب منه حسب المرسوم أن يمرر هذا المشروع قبل إحالته للرئيس على المصادقة الجمعية، وهذا لم يحصل، بالدليل أنه لا أحد من المشاركين في هذا الحوار اطلع على النسخة التي قدمها السيد صادق بلعيد مع حفظ المقامات إلى رئيس الجمهورية. لذلك ما قدم هو مشروع يمكن أن يكون مشروع السيد صادق بلعيد ومن معه، وليس مشروع الحوار الوطني. النقطة الثالثة والرابعة، السيد صادق بلعيد تحدث عن تشويه الهوية، عن أي هوية يتحدث؟ مربط الداء هنا يا سيدي، السيد صادق بلعيد لا يعترف بوجود بانتماء تونس لأمة عربية إسلامية. لذلك المشكلة الأساسي في الصراع أو المشكلة الأساسي في هذا الموضوع هو موضوع الهوية. نحن في حركة الشعب منذ البداية قلنا إذا هذا الدستور لم ينص على الانتماء تونس لمحيطها العربي والمغاربي
فلن سنكون حل من هذا الدستور. لذلك أعتقد أن الرئيس كان يراد له أن يدفع من أجل إلغاء هذه الثوابت فيما يتعلق بموضوع الهوية. وقد خرج السيد صادق بالعيد وغيره للقول بأنه أحنا لا تعنينا الانتماء تونس للمحيط العربي والإسلامي والإسلام دين الدولة إلى آخره، وكنا ننبه من أن هذا سيعودنا مربع لنقاش موضوع الهوية. فعل جيدا الرئيس عندما أعادنا إلى نفس الموضوع الذي محسوم من زمان، تونس تنتمي إلى أمتها العربية وأمتها الإسلامية ومحيطها المغاربي، وهذا لابد أن يكون موجود في الدستور. فيما يتعلق أيضا بالمحكمة الدستورية، أنا أريد أن أذكر السيد صادق بالعيد وهو الذي يعرف هذا، أن المحكمة الدستورية في أمريكا تتشكل في حسب معرفتي من 9 قضاة يعينون بصفاتهم. أنت محق المحكمة، يعينون بصفاتهم المحكمة العليا، ولا وجود لها أساتذة. يعني المحكمة العليا أشرت يعينون بصفاتهم ولا وجود لها أساتذة. لأني كذلك أريد أن استمعت إلى، أنت ذكرت مجموعة من النقاط في ردك على ما ذكره صادق بالعيد. أود أن أستمع إلى الدكتور جوهر بن مبارك. دكتور جوهر، أنت كذلك أستاذ القانون الدستوري، ولا بد أنك اطلعت على النص المنشور في الرائد الرسمي أو الجريدة الرسمية، وكانت لديك قراءة موضوعية وهادئة. أبرز ما لفت انتباهك، وهل كان الصادق بالعيد محقا في الانتقادات التي أطلقها بحق ما قام به الرئيس من ربما تعديلات وعبارات في مقترح الدستور؟ شكرا. أود في البداية أن أصح بعض المعطيات وبعض المعلومات، وأن فعلا تونس تعيش على وقع إضرابات واعتصامات في كل مكان، وهذا ليس صحيح تكذيب الأمر. يكفي النظر الآن إلى الجنوب التونسي ومناطق الحوض المنجمي المشتعل نتيجة قطع المياه في هذا الصيف الحار، كذلك إضراب القضاة، الإضراب العام الذي كان يوم 16، وكذلك الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي دعا إليه اتحاد الشغل. يعني الوضع الاجتماعي محتقن بشكل كبير في تونس، وسياسيا أيضا هناك اضطرابات كبيرة وعدم استقرار سياسي غير مسبوق في البلاد. من جهة ثانية أود أن أقول بأن التعليق على هذه المسودة لا يغير شيئا في الموقف المبدئي من أننا نرفض التمشي كاملا، ونعتبر أن هذا النص وهذه الواقعة التي يريد أن يحدثها قيس سعيد بما يسميه بالاستفتاء هي مجرد حلقة في سلسلة انقلابية ومجرد إجراء من جملة الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد في ضرب المسار الديمقراطي وتقويض العملية الديمقراطية انطلاقا من تعليق دون وجه حق، تعليق العمل بدستور البلاد، دستور 2014، الدستور الشرعي والوحيد الذي نعترف به، انطلاقا من حل البرلمان وتنصيب دبابتين امام الدكتور جوهر. تعرف دكتور جوهر، نعم، يعني هذه المواضيع، المشروع هو جزء، يعني هل المشروع حتى نستطيع ان نستمر بالوقت لانه بدا يداهمنا، اليس ما يطرح اليوم من هذا حول هذا الدستور الجديد افضل مما هو كان قائما في 2014؟ أريد التقييم الموضوعي لما يعرض من نصوص اليوم. هذا ما كنت سأصل إليه في الحقيقة، عندما أولا أنطلق ربما من الملاحظة لضيفك الكريم بأن المحكمة الدستورية الأمريكية يتم فيها تعيين القضاة بصفتهم. أود فقط أن أذكره بأن هؤلاء يتم انتخابهم أيضا من قبل الأغلبيات في الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ، وكذلك
هم لا يتم تنصيبهم بصفاتهم كقضاة من طرف رئيس الجمهورية. الخديعة التي ارتكبها قيس سعيد في هذه المسودة هو أنه أو أعطى لنفسه صلاحية تعيين القضاة في المناصب العليا للدولة، ثم من ذلك يتم إخراج المحكمة الدستورية، هو يتولى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بطريقة غير مباشرة، لأنه أسند لنفسه صلاحية تعيين القضاة السامين في الدولة، والمحكمة الدستورية متكونة من القضاة السامين. يعني هذه الخديعة الطفولية يريد أن يمرر علينا مسألة طفولية. المسألة الثانية خاصة هي أن قيس سعيد يريد أن يرسي فرداني، نظام التسلط الفرداني، عندما دمج كل السلط في الأمر 117 في عمليته الانقلابية، دمج كل السلطات بين يديه، وهو الآن يريد أن يكرس هذه الممارسة الغير شرعية دستوريا، بمعنى أنه أضعف السلطة التشريعية، أضعف البرلمان، وسلط وأخرج نفسه من دائرة المسؤولية السياسية، خاصة عندما أعطى لنفسه صلاحية ضبط السياسة العامة للدولة والسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وتعيين رئيس الوزراء، يعني عوض رئيس الحكومة برئيس وزراء وكامل أعضاء الحكومة وعزلهم أيضا، أخرج نفسه من دائرة المسؤولية السياسية، لأن الحكومة جعلها في نفس الوقت مسؤولة أمام البرلمان ومسؤولة أمام رئيس الجمهورية، وأخرج نفسه من دائرة اللوم وإقالة والحل، عندما قال بأنه لو قام مجلس النواب بتوجيه لائحة لوم ضد الحكومة فإنه في هذه الحالة يعني تستقيل الحكومة، فلو وجه البرلمان لائحة لوم ثانية يعني نعم سيد أعذرني على المقاطعة سيد المسي، لأن الوقت يعني للأسف يعني أوشكنا على أن ننهي هذه الفقرة. سيد المسليني في يحاول أن يعني لا أدري إن كنت سمعته، هو لا يتفق معك قبل حلول موعد الاستفتاء. دكتور، يمكن تعتقد أن مشروع الدستور يمكن أن يخضع لربما مراجعة تحسينات؟ هو في نهاية المطاف عمل إنساني قد يحتمل الصواب والخطأ، تعتقد أن ذلك ربما قد يقع أم أن الرئيس سيمضي حتى موعد الاستفتاء دون أن يكون هناك أي تعديلات؟ دكتور جوهر، أنا كان سؤالي لك. السؤال كان لي؟ نعم. لا أعتقد أنه هذا الدستور أو هذه النسخة يمكن إصلاحها، هي فاسدة أصلا وهي باطلة أصلا، ولا يمكن إصلاح ما بني على باطل فهو باطل. نعم. أولا، ثانيا هي صدرت بالرائد الرسمي، وقيس سعيد ورط نفسه وفرط حتى في أقرب أنصاره الذين كانوا بقوا الحفنة التي بقيت معه في نهاية الأمر، حتى رئيس اللجنة تنصل منها وتنصل منه وتنصل من أبوة هذا الدستور. إذن يعني أنت لا هذا النص هو رسميا اليوم. نعم، يعني أنت لا ترى أن هناك إمكانية لأي تعديل؟ هذا النص دخل اليوم. طيب. دخلوا المعذرة، هم دخلوا اليوم رسميا فيما يسمى بالحملة الاستفتاء. طيب حتى في بس ما هي شيء ثاني. أنت يعني أعطيتني إجابة بأنه لا أمل. سيد المسليني، يعني دفعت عن هذا المقترح الدستور، لا ترى فيه أستاذ محمد ولو يعني عيب واحد؟ لا، بالتأكيد كل عمل إنساني لابد أن يكون فيه عيب. أعطيني مثال. ولكن الدستور يقرأ بكلياته. وأعتقد أنه مثلا هناك بعض الصادقين الذين يتحدثون عن تغول لسلطة الرئيس دون رقابة فقط، هذا هي الهنة الأكبر يمكن في هذا الدستور. فقط أنا أريد أن أشير إلى نقطتين هامتين لو سمحت. أولا، الرئيس لا يعين القضاة، المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يعين القضاة. ثانيا، الدستور تحدث عن رئيس حكومة ولا تحدث عن رئيس وزراء. يمكن أن نمر عليه. ثالثا، يبدو أننا وظيفك لا نتحدث على نفس الدولة. طيب أنا أشكركم. خطأ هذا خطأ كبير، يتحدث عن رئيس وزراء وليس رئيس حكومة.
خطأ كبير. هو رئيس وزراء وليس رئيس, رئيس, رئيس حكومة. ما يقول ضيفك لا يتماشى مع الواقع، هذا ما يتمنى. اقرأ جيدا، انت لم تقرأ المسودة. انا اشكرك على المسودة. انا لا اتحدث عن نفس الاوضاع، لا اقرأ النص. اما استعمال المصطلحات مثل حفنة، اعتقد هم اللي يمثلون حفنة. الدكتور جوار مبارك استاذ القانون الدستوري، انا اشكركما اشكركما. هذا المجال سنعود اليه ربما في حلقة مقبلة. شكرا لكما.